السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده في الفيديو بتاعنا هنعرف ازاي نركب ابره مكنه خياطه مرسيدس. المكنه دي مكنه منزليه، هنتعلم ازاي نركب الابره بتاعتها بكل سهوله جدا جدا. نبدا الفيديو بتاعنا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. لو لسه ما اشتركتوش في القناه يلا نوروني بالاشتراك، واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، اكون شاكره ليكم جدا جدا جدا. نشوف الابره بتاعتنا هتتركب ازاي. اول حاجه الابره اللي معايا ابره مشطوفه ذهبيه، ابره مشطوفه ذهبيه. يعني ايه مشطوفه ذهبيه؟ يعني فيها الحته دي ناعمه كده، زي ما احنا شايفين كده ناعمه كده اهي، والناحيه التانية بيضاويه اهي. عايزاها واضحه اي حبايبي؟ مشطوفه يعني الجنب ناعم وجنب بيضاوي كده زي ما احنا شايفين. طيب هتتركب ازاي؟ بصوا حبايبي، هنا قرب المكنة كده تاني. دي المسمار ده بيتلف عليكي يوسع مكان الإبرة، يتلف في الناحية التانية بيقفل على الإبرة. طيب أنا عايزة أركب الإبرة فهوسع مكانها علشان أركبها. طيب هخلي الجزء المشطوف الناعم ده باصص لجوه كده اهي، انا موقفاها اهي بعدلتها، فهروح مركباها كده كده. انا هوسع مكانها اهو كده. طيب مستواها يبقى لحد فين؟ اكون شايفة طرفها من فوق، من الجزء اللي فوق ده، اكون شايفة طرفها من بعد مكان المسمار اهو، طرفها باين اهو. اروح ربط عليها كده وكده الابره بتاعتي اتلضمت، كده الابره بتاعتي اتركبت اهي. اهي ننزلها بقى كده اهو عادي خالص اهي، كده ابرتي اتركبت بكل سهوله اهي، ما فيهاش اي تعقيدات ولا اي حاجه. يا رب اكون عرفت افيدكم في الفيديو بتاع النهارده، وان شاء الله اشوفكم الفيديو اللي جاي على الف خير، واقول لكم مع السلامه.